الرحيم. هنشرح طرمبة البنزين بالميكانيكية النهاردة للصف الثاني محركات بحرية. طرمبة البنزين دي لازم نعرف المكان بتاعها فين، لازم نعرف أجزائها إيه، فايدتها إيه. المكان بتاعها قال لك من ملحقات المكنة على كتلة الأسطوانات. أنا عندي نوعين، الأول لطرمبة البنزين، طرمبة بنزين كهربية، طرمبة بنزين ميكانيكية. هنشرح طرمبة البنزين الميكانيكية عبارة عن إيه. أول حاجة المكان بتاعها، لازم نعرف المكان، لازم نعرف الأجزاء، لازم نعرف الفايدة. طب المكان بتاعها فين؟ قال لك مكان طرمبة البنزين من ملحقات المكنة على كتلة الأسطوانات. طيب ليه على كتلة الأسطوانات؟ لأن بتاخد حركتها من عمود كامات المحرك، من كرسي لا مركزي موجود على عمود كامات المحرك بيشغل طرمبة البنزين الميكانيكية. طيب ايه هي الاجزاء بتاع طرمبه البنزين او فايده طرمبه البنزين؟ تاني حاجه فايده طرمبه البنزين، قال لك فايده طرمبه البنزين سحب وطرد، تسحب بنزين من التانك وتضغطه للكربراتير، تضغطه للمحرك. طب ايه اجزاء طرمبه البنزين؟ انا عندي اجزاء طرمبه البنزين، الجسم الخارجي، الجسم الخارجي فتحه دخول البنزين، فتحه دخول البنزين، فتحه خروج البنزين، فتحه دخول البنزين اللي جابه من التانك، فتحه خروج البنزين اللي راح للكربراتير، يبقى ده الدخول اللي جابه من التانك، وده الخروج اللي راح للكربراتير او راح للمحرك. طب تعال نشوف الاجزاء من جوه بتاع طرمبه البنزين، الاجزاء من جوه بتاع طرمبه البنزين الميكانيكيه عباره عن ايه؟ نيجي نبص نلاقي عباره عن، شوف الاجزاء اللي جوه، فتحه الدخول اللي هو السكس فالف اللي بيسمح بالدخول وما بيسمحش بالخروج، فتحه الخروج اللي بتسمح بالخروج ما تسمحش بالدخول. طب الدخول ده جاي منين؟ جاي من التانك. اجي ابص الاقي عباره عن رئ، ده اسمه رئ. اجي ابص الاقي ده ذراع، الاقي ياي سوسته، الاقي رفعه، الاقي كرسي لا مركزي اللي هو بتاع عمود كامات المحرك. طب ايه النظريه بتاعت عمل طرمبه البنزين؟ ايه نظريه عمل طرمبه البنزين؟ الكرسي لا مركزي بيضغط لي على الرفعه لفوق، الرفعه ديت بتطلع من هنا اعلى وبتنزل لاسفل. طب بتنزل ضغط الياي، الريق ده ينزل لتحت، ساعه ما الريق ده ينزل لتحت يعمل خلخله في غرفه طرمبه البنزين، يسحب بنزين من التانك عن طريق فتح دخول البنزين، تسمح بالدخول وسحب الخروج. طب بعد زوال الكرسي لامركزي على الرفعه، الياي ده يرجع الريق زي ما كان، يطرد البنزين، يقوم الياي مرجع الريق ده اهو، يطرد البنزين ويخرجه لفتح خروج البنزين للكربراتير او للمحرك، يفتح من فتحه اللي تسمح بخروج البنزين ما تسمحش بالدخول، 6 فالف.